معانا الأستاذة إقبال. ألو ألو أستاذة أيوة إقبال، اتفضلي. أيوة يا فندم، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أنا حضرتك في حاجة أنا عايزة أولا نداء من سيادتك لخال. أنا أخويا متجوز وسافر السعودية وأنا ما اتجوزتش وقاعدة في البيت، ويعني أنا حاليا قاعدة في البيت وأنا براعي الأولاد ولاده، وعنده ثلاث بنات أنا يعني ادهم لي من هم صغيرين وأنا راعيتهم الحمد لله لحد لما اتخرجوا واتجوزوا وبقوا عندي أحفاد، بس هم دول أنا أصبحوا بالنسبة لي ولادي. مامتهم اتوفت فاصبح لي وهي عندها ارصده في البنوك، انا كنت بشتغل في مصرف مصر بمركز كبير، انا قدرت اجيب لهم كل الفلوس واديها لهم كميراث. طيب السؤال في السؤال فيه السؤال ما نسأله سيادتك، هي ليها كان اخوها متوفي وابوها متوفي امها متوفيه وهي لها ميراث في كل الحاجات دي، فطالبنا خالهم لان هو دخل في الميراث طبعا، فطالبنا خالهم بان هم يديهم حقهم في الميراث، هو رافض تماما وقال لك عندك المحاكم اجري روح دور عليهم على الفلوس في المحاكم. طبعا انا كلمت محامي فقوم قضيه، بس طبعا سيادتك اعلم بان يعني المحاكم. طيب خلينا نقول يبقى اول سؤال اهو، اول سؤال أيوة. تقول ايه للشخص اللي هو بياكل اموال اليتامى؟ انا عايزه من سيادتك لان ده حد من حدود الله، هو ما بيدوش للبنات ولا طبعا ولا اخويا اللي هو جوزها خد حاجه خالص. طيب فين حاجة نهائي. هو ده السؤال. شكرا أيوة. لحضرتك اجاوب على حضرتك حالا دلوقتي. اول حاجه يا ساده، انتوا متذكرين ان 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 اللي بياكل اموال الناس بالباطل فكانما ياكل في بطنه نارا. لازم نفهم حاجه مهمه جدا، ان السعاده مش بكثره الاموال ولا ان انت تكوش على مال الناس. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قايل ومنبهنا ان حتى وإن كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم لحد بمال، فقال ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقطع له حق أخيه، فمن قطعت له حق أخيه فليأخذه أو ليدعه فقد قطعت له قطعة من النار. ومن اغتصب مال أخيه ولو قيد شبر، أدي شبر، طوق به في النار إلى سبع أراضين. إحنا مش حمل كده، فاتق الله في في في, في اليتامى. صحيح ممكن ما يكونوش ساعتها دلوقتي يتامى، لكن ساعتها لانهم خلاص شبوا وخلاص وبلغوا. اتق الله في اموال الناس، لا تاكلوا اموال الناس بالباطل، فولعياذ بالله تمحق البركه في الدنيا وتضيق عليك الحياه بما رحبت، وفي الاخره عذاب اليم. فاتق الله سبحانه وتعالى وتوب الى الله ورد المال الى اهلي، رد المال الى اهلي، لان هذا هو نجاتك وهذا الذي به تستطيع أن تنجو من غضب الله سبحانه وتعالى.